صباح الخير يا اصحابي، عاملين ايه؟ وحشتنا جدا. النهارده هنراجع مع بعض كل الحروف اللي احنا خدناها وهناخد حرف جديد. اول حرف معانا في الحروف بتاعتنا كان حرف ايه؟ حرف الالف. بنكتب حرف الالف ازاي؟ بنعمل عصايه واقفه على السطر وفوقيها همزه، عصايه واقفه على السطر وفوقيها همزه. صوت حرف الالف ايه؟ اه اه اه. مين اصحاب حرف الالف؟ الف اذن، الف اذن. مين الصاحب الثاني؟ الف اناناس، ألف أناناس، ألف أسد، ألف أسد، ألف أرنب، ألف أرنب. مين الحرف اللي بيجي بعد حرف الألف؟ حرف الباء. بنكتب حرف الباء إزاي؟ طبق رافع إيده الاتنين اللي فوق وتحتيه نقطة، طبق رافع إيده الاتنين اللي فوق وتحتيه نقطة. صوت حرف الباء إيه؟ ب ب ب. مين أصحاب حرف الباء؟ باء بطة، باء بطة. باء ايه كمان؟ باء بقرة، باء بقرة. باء بنت، باء بنت. باء برج، باء برج. باء بطيخ، باء بطيخ. باء باب، باء باب. مين الحرف اللي بيجي بعد حرف الباء؟ حرف التاء. بنكتب حرف التاء ازاي؟ طبق رافع ايده الاثنين اللي فوق وعليه نقطتين، طبق رافع ايده الاثنين اللي فوق وعليه نقطتين. صوت حرف التاء ايه؟ ت ت ت. مين اصحاب حرف التاء؟ تاء تمر، تاء تمر. تاء تفاح، تاء تفاح. تاء تمساح، تاء تمساح. تاء تاج، تاء تاج. تاء توت، تاء توت. تاء تين، تاء تين. مين الحرف اللي بيجي بعد حرف التاء؟ حرف الساء. طبق رافع ايده الاثنين لفوق وعليه ثلاث نقط، طبق رافع ايده الاثنين لفوق وعليه ثلاث نقط. حرف الساء. مين اصحاب حرف الساء؟ ساء ثوب، ساء ثوب. ساء سمار، ساء سمار. ساء ثلج، ساء ثلج. ساء ثعلب، ساء ثعلب. ساء ثوب، ساء ثوب. بعد كده هناخد الثلاث حروف اخوات شبه بعض بالظبط بس فرق النقط. اول حرف عندنا حرف الجيم، نعمل سنه فوق السطر وليها بطن كبيره وجواها نقطه، اسم حرف الجيم جي جي. صوت حرف الجيم ج ج ج. مين اصحاب حرف الجيم؟ جيم جرس، جيم جرس. جيم جب، جيم جب. جيم جزر، جيم جزر. جيم جمل، جيم جمل. مين الحرف اللي بعد حرف الجيم؟ اخوه اسمه حرف الحاء، سنه فوق السطر وليها بطن كبيره ما عليهاش نقطه. حرف ايه؟ حرف الحاء، حاء حاء حاء. صوت حرف الحاء ايه؟ ح ح ح. حاء حمامه، حاء حمامه. حاء حوت، حاء حوت. حاء حذاء، حاء حذاء. حاء حقيبه، حاء حقيبه. مين الحرف اللي بعد حرف الحاء؟ حرف الخاء، سنه فوق السطر ليها بطن كبيره فوقيها نقطه، فوقيها نقطه. خاء خاء خاء. صوت حرف الخاء ايه؟ خ خ خ. خاء خس، خاء خس. خاء خوخ، خاء خوخ. خاء خروف، خاء خروف. خاء خبز، خاء خبز. دلوقتي هناخد حرف ايه؟ حرف الدال، دال دال دال. بنكتب حرف الدال ازاي؟ سنه واقفه على السطر وسنه نايمه على السطر. دال 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 دال. صوت حرف الدال ايه؟ د د د د. مين اصحاب حرف الدال؟ دال دبوس، دال دبوس. دال دب، دال دب. دال دواء، دال دواء. دال دودة، دال دودة. دال ديك، دال ديك. دال دراجة، دال دراجة. دال دجاجة، دال دجاجة. دال دائرة، دال دائرة. بعد حرف الدال أخوه بالظبط اسمه حرف الزاي، سنة فوق السطر سنة نايمة على السطر وفوقيها نقطة. ز
زين زره زين زره زين 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 زين. بعد حرف الزين بيجي حرف الرو. حرف الرو سنه فوق السطر وبنزحلقها. رو 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 رو. صوت حرف الراء ايه؟ ر ر ر. ر رجل ر رجل. ر رمان ر رمان. ر رجل ر رجل. ر رم ر رم ر رم. ر ريشه ر ريشه. ر راس ر راس. دلوقتي هناخد الحرف الجديد معانا. اسمه حرف ايه؟ اسمه حرف الزاي. حرف ايه؟ حرف الزاي. بنكتب حرف الزاي ازاي؟ سنه فوق السطر وبنزحلقها وفوقيها نقطه. سنه فوق السطر وبنزحلقها وفوقيها نقطه. سنه فوق السطر وبنزحلقها وفوقيها نقطه. اسمه حرف ايه؟ اسمه حرف الزاي. زاي 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 زاي. صوت حرف الزاي ايه؟ ز ز ز ز ز. مين اصحاب حرف الزاي؟ زي زهره زي زهره زي زهرة. زي زيتون زي زيتون زي زيتون. زي زرافة زي زرافة زي زرافة. زي زينة زي زينة زي زينة. زي زجاجة زي زجاجة. زي زيت زي زيت زي زيت. دلوقتي هنفتح الكتاب بص تاني على صفحة 25 وصفحة 26. هنعمل هنا حرف الزاي، هنعمل تريس على حرف الزاي هنكتبه مع بعض، وبعدين هنا هنيجي في صفحة 26 هنعمل تريس على الزهور، وبعد كده هنلون كل زهرة بلون.